سي نعيم كمال، اهلا وسهلا ومرحبا بك. اهلا وسهلا، كيف حالك؟ بخير الحمد لله. بخير سيد نعيم كمال، احنا عندك ضيوف في المكتب عندك، كنتكلموا على هاد خلفيه الازمه اللي وقع بين المغرب وفرنسا، على خلفيه هاد الحمله الاعلاميه اللي كاينه مؤخرا، عدد ديال المجلات والجرائد اللي كتقوم بهاد الحمله هذه، شنو السياق ديالها؟ شنو التعليق ديالك الاولي عليها؟ التعليق الاولي ديالي هو اولا بغي ندير واحد الملاحظه، وهي انه اليوم فرنسا ما كايناش شي دوله في افريقيا ما عندهاش معها مشكل، يعني هذاك اللي كانوا كيسميوها دائما لا فرنسا افريك، يعني داك الحديقه المستعبده اللي ورا اللي مرات من مرحله الاستعمار الى مرحله الاستعمار الجديد، كانت دائما في يد فرنسا وتستعملها كورقة لتمكينها من تواجد دولي وعالمي واقتصادي، لأنه دائما كان استغلال الطاقات الاقتصادية والمالية والترابية ما فوق الأرض وما تحت الأرض لفائدة فرنسا ولفائدة فرنسا فقط، بينما هذه الدول الإفريقية كلها، مالي، بوركينا فاسو، ساحل العاج، سنترافريك، الكاميرون إلى آخره، كلها تعاني من التخلف، تعاني من سوء التعليم، تعاني من المناخ، تعاني من البطالة، تعاني من قضايا التقدم أو عدم القدرة على التقدم. تقريبا على ما يزيد على 60 سنة أو 70 سنة بالنسبة على حسب الدول من بعد الاستقلال، كاين واحد الوقفة ضرورية، وهاد الدول كلها بدات بها بدات واحد النوع ديال المراجعة ديال الذات ديالها وديال العلاقات الدولية ديالها والعلاقات الثنائية ديالها خصوصا مع فرنسا. ماشي بالصدفة بأنه مالي كطرد الجيش الفرنسي من مالي في محاربة الجهادين، لأنه من بعد من 2013 كان أول تدخل إلى يومنا هذا، لم ينتج عنه إلا الامتداد ديال الإرهاب وديال الحركات الجهادية من مالي إلى النيجر إلى السنغال إلى ساحل العاج، الآن ذاك يقيس غانا، يعني كيف كان قال غوتيريس كينتقل الى الجانب الاطلسي لا كوت اتلانتيك ديال افريقيا. اذا هادشي كله فرض على واحد العدد دول، منها البوركينا فاسو، منها سنتر افريك، منها الكونغو، منها بالاساس الان المالي هي اللي في الواجهه وفي المواجهه، الان دخلت بوركينا فاسو وكادوغو. هاد الوضعيه كلها كتوضع تساؤل على طبيعه العلاقات الفرنسيه مع مستعمراتها او محمياتها السابقه كالمغرب، الجزائر، فرنسا. ما تعتقدش بان العلاقات الجزائريه الفرنسيه هي على كل خير، داير الاخير حدث اللي وقع فيما يخص اميره، ذكرني في اسمها، النشطه السياسيه الجزائريه اللي هربوها من تونس، دليل على انه ما كاينش واحد الثقه متبادله او امكانيه بناء ثقه متبادله بين، اذا كيف كيقولوا حنا في الديانه ديالنا، لا تجتمع امتي على ضلال. اذا وهنايا وصلنا لواحد المرحله باش فرنسا عوضا ما تطرح على نفسها اسئله، ولو انها كتقول بانه الان في تقييم وتقويم السياسه الخارجيه ديالها تجاه افريقيا، ولكن باي طريقه. طبيعه الحال في هذا الخضم هذا كيدخل دور المغرب، كيدخل دور المغرب اولا، وهو التوجه اللي خداه الملك محمد السادس نحو افريقيا منذ اعتلائه على العرش في 1999 الى يومنا هذا، واللي كنعتقد كاين جوج المراحل الاساسيه الساتلو، وهي في 2014 فبراير 2014 الخطاب ديال ابيجون في المنتدى الاقتصادي المغربي الساحل العاجي، لما قال يجب
على افريقيا ان تهتم بافريقيا اولا، وان وعلى افريقيا ان تثق في افريقيا. وقال بانه الان خصنا نتوجهوا نحو التعامل جنوب جنوب، يعني جنوب شمال، داك لو سونس اونيك، داك التوجه الوحيد في نحو الشمال، خصو يوقع فيه واحد النوع ديال المراجعه وديال التوازن، باش يكون التعاون بين الدول الافريقيه وبين الدول ديال الجنوب هو المؤسس للتقدم، لانه اتضح بانه ما يمكنش تعتمد على الشمال، وهذا طبيعي باش يحقق لك التضامن. هو مصلحته تبقى متخلف، كنفهموا هذه القضيه، مصلحتوش تتقدم، كما انه ما مصلحتوش قضيه الصحراء تحل، ولهذا غيبقاو يغديوها دائما وابدا، لانه هذا الجزائر خاطئين بان كيعتقدوا بانه الغرب غادي يتدخل باش يصلح يحل المشكل لصالحهم او لصالح المغرب او شي حاجه. هما باغينا نبقاو دائما في هذه الوضعيه ديال الصراع والتنافس، لانه كتعطيهم اوراق ديال الضغط على كل طرف من الاطراف المتواجده في الصراع. كان الخطاب الثاني هو ديال الرياض، وهو انه تنوع التحالفات الاستراتيجيه او نقولوا الاتفاقيات التعاونيه على المستوى الدولي. ولهذا توجه محمد السادس نحو روسيا، توجه نحو الصين الشعبيه، نحو الهند كذلك، وبالاساس انطلاقا من القاعده الافريقيه، لان الخطاب ديال ساحل العاج صاحبته واحد الحركه ماليه اقتصاديه مغربيه في هذه الدول الافريقيه، بحيث التواجد المغربي بدا كيقولوا كيزعج الفرنسيين وكيزعج المصالح ديالهم، وبداو كيعتقدوا بداو كيقولوا بانه المغرب يمس بمصالح، المغرب لا يمس بمصالح فرنسا، مصالح فرنسا هذيك مصالح افريقيه. اذن هذا النوع ديال اذن كاين واحد النوع ديال الانزعاج من الدور ديال المغرب على المستوى الافريقي، وكيعتبروا بانه هو اللي اسس الارضيه لهذا التمرد اللي وقع. الور في الحقيقه المغرب بنى موقفه، الملك الحسن الملك محمد السادس بنى تحليله وموقفه من ما كان يراه ويشاهده على الساحه الافريقيه، لان وقالها للفرنسيين، قالها للغرب، قال لهم راه الان كاينه في افريقيا نخب سياسيه جديده، لا تفكر كما كانت تفكر النخب اللي خلات فرنسا واللي ورثتها الاستعمار ورثتها الحمايه على هذه الدول. اذا هذه التحولات كلها هي اللي بقات كتراكم، واحد المجموعه ديال التراكمات اللي نتج عليها هذه الوضعيه الحاليه. بين قوسين العلاقات الفرنسيه المغربيه كنقولوها تاريخيه، كنقولوها ممتازه، كنقولوها واحد العدد الحوايج اللي بغينا، يعني جميع الاوصاف، يعني كامله الاوصاف. وفي الحقيقه ملي كترجع رجعتي بالذاكره ديالك للتاريخ والعلاقات المغربيه، كلها ازمات، بل جنرال دوغول الى ميتيرو، كانت واحد المرحله ديال جيسكار ديستان كانت شويه في واحد النوع ديال التوازن، لان كانت بدات القضيه الصحراء، ولكن لانه كانت موريتانيا في القضيه وكان كيهم فرنسا مصالح موريتانيا، وبالتالي كانت مضطره نظرا لانذاك التوافق اللي كان وقع بين نواكشوط الرباط حول اتفاقيه مدريد حول حل قضيه الصحراء باش توقف الى جانب موريتانيا. ما عدا ذلك كنشوفوا فرانسوا هولاند الان كيجي واحد الرئيس حتى هو جديد، كيقولوا عاجبو راسو شويه بانه كيعتبر راسو من اذكى خلق الله في الارض، ناقصه غليه، ناقص طيبه، كنقولوا مازال خضر، وبدا بواحد النوع ديال التعاملات بالفرنسي كيقولوا بروسك، كيحاول يبروسك كاع لي بارتنير ديالو. بطبيعه الحال كاين واحد النوع نتج عليها واحد النوع ديال الانتفاضه. المغرب مثلا ملي كيبغي يدير تي جي كيقول انا ودي عندي جوع، كيقول لفرنسا كيقول لها غير
ببساطة العبارة التجربة ديالك غالي، كيطيح عليا بزبالة الفلوس، والتجربة ديال الصين الشعبية بنفس المردودية بنفس النوعية يعني لا ميم كاليتي أرخص بكثير. علاش؟ وأنا من حقي، هذا هو قانون السوق اللي لأنه هما دعاء السوق لا لوا دو مارشي، وهي دي لا لوا دو مارشي. هادشي كله بطبيعة الحال كيجي كيركب عليه الاعتراف ديال الولايات المتحدة مغربية الصحراء اللي كيخلق واحد الوضعية جديدة. بطبيعة الحال اللي هو نتيجة ديال واحد الدينامية على المستوى الإفريقي وعلى المستوى العالمي ديال الدبلوماسية المحمدية لو بغيتي نسميوها هكا. كيف كنا كنتكلموا على السياسة الحسنية، كنا نتكلموا على الدبلوماسية المحمدية اللي خلقات واحد الدينامية جديدة اللي جعلت ان واحد عدد الدول كترجع الاعترافات ديالها، هذه في الدول الإفريقية، العودة الى الوحدة الإفريقية، كترجع على الاعترافات ديالها الجمهورية غنسميها انا لا ريبوبليك ماكيت، يعني ذاك لا ماكيت ما هي غير سوريا، ما عندها لا شروط الدولة لا شروط الأرض لا شروط السيادة اللي هي شروط الانضمام الى الوحده الافريقيه، المنظمه الوحده الافريقيه في 84 ما كانتش مجموعه ولكن وقعت هذا الخرق هذا. اذا الاعتراف خلق هذا توج وخلق وضعيه جديده. صار هذاك انا نجي له دابا، ودخلت كذلك التقارب الاسرائيلي المغربي اللي هو ماشي جديد، لان كيقول لك دابا كيقول لك الطبيعي لا نورماليزاسيون ولا ليتابليسمون دي غولاسيون ديبلوماتيك بين المغرب واسرائيل، راه ماشي اليوم، راه كان عندنا في سميتو في 2002 وهذا عندنا ممثل ديال اسرائيل، وكانت عندنا علاقات عاديه في ديناميه اتفاقيه اوسلو في 93، ومن بعد ما وقعت الانتفاضه الثانيه في غزه وقع داك الشيء هذا، وقع واحد الركود ثانيا كاين واحد، ما ندخلش في هنا الموضوع طويل، كيخلق هذه الوضعيه هذه. زعجات فرنسا لان فرنسا كانت كدير معنا في قضيه الصحراء اش كتسمى داك السميك سيرفيس مينيموم، الحد الادنى كتجي كتقول، ملي كنقولوا الوغ كو المغرب قدم تنازلات كبيره في قضيه الصحراء عكسنا على ما كيبغيو يروجوا. الجزائر مثلا وقفه موقفها ديال 76 75 اقامه دوله استقرار، الوغ كو هيئه الامم المتحده بنفسها وقفت على انه يستحيل القيام باستفتاء في الصحراء لانه تحديد الهويه فيه مشكل، وهذا قائم جابوا على اساسه جيمس بيكر كيطلبوا نشوفوا طريق ثالث لا تروازيام فوا. شكون اللي تحرك؟ المغرب هو اللي قدم المقترح الذاتي، مقترح الذاتي سي ني فانكور ني فانكي ني فانكو ني مهزوم لا غالبه ولا مغلوب. اذا ولكن الجزائر بقات شاده في هذا الموقف هذا. فهاد الخضم ديال كانوا كيعتقدوا بان ملي غادي يجي بيدن الديمقراطيين غادي تراجع، وقع انه ما فاهمينش العلاقات الامريكيه المغربيه والتطورات ديال اللي حصلت في هذه السنين الاخيره وكيفاش تركبات على واحد العدد المصالح المشتركه، لان حتى شي حاجه ما كتركب على غير المصالح المشتركه. فهاد النوعيه ديال المشاركه كتوقع الازمه مع اسبانيا، وفي الازمه مع اسبانيا كدير واحد الملاحظه وهو انه جريده محليه فرنسيه اللي هي لو مون اللي اسها دوغول، هي علاقتها مع الكيدورسي، كتقول المغرب خصو كتقول ما كتقولهاش بهذه العباره ولكن مفهومها هو هذا، المغرب خصو يتربى خصو يرجع لبلاصتو في لو غوميتخا سا بلاص في الازمه مع اسبانيا، والا وكيدفعوا دائما بلا بيرفيدي الفرنسيه بداك النفاق الدبلوماسي الفرنسي من خلف الستار دائما الى طي ذراع ديال المغرب. ولكن اللي كيحصل هو انه واحد الوقيته اسبانيا كتلقى بان ميزان المصالح ديالها هو اكثر مع المغرب مع الجزائر. عبر عليها بيدرو سانشيز رئيس الوزراء الاسباني بوضوح،
لما عطى الارقام عندنا 2 مليار دولار مع الجزائر، عندنا 9 مليار ديال الدولار مع ديال الاورو مع 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 المغرب، زيد على التقارب، زيد على المصالح المستقبليه، زيد على تواجد الشركات، زيد على الامتيازات اللي كيعطي المغرب، زيد على الصيد، زيد على البحر، زيد واحد العدد، زيد المستقبل، زيد المستقبل. ما غنتكلمش على التاريخ لان هذا قضيه اخرى. كتطلع لان فرنسا كاش كتقول؟ ملي كتقول تقرير المصير هو حل قاعدة لحل قاعدة كريدي ذات مصداقية وذلك وكفى كفى الله الفرنسيين شر القتال أو شر القتل صافي حبسوه كيحبسوه هنايا. كتجي إسبانيا كتطلع درجة فوق فرنسا بعد الولايات المتحدة علمي بان حتى بين فرنسا واسبانيا قبيله دخلت افريقيا كاين مشاكل. فرنسا ديال ماكرون عندها مشاكل مع اسبانيا، فرنسا ديال ماكرون عندها مشاكل مع المانيا. اذا نرجع للقضيه ديال اسبانيا، كتطلع درجه كتقول لا باز لا بلو، كتزيد داك لا بلو. انا كنت كتبت واحد المقال كنقول لهم ديرها ماشي لا باز، راه خصنا نفهموا واحد القضيه حتى مع اسبانيا راه مازال خصنا نشدوا نكونوا حازمين. لا سي با لا باز سي لو بلافون، سي السقف هو ديال اللي وصلنا له مع اسبانيا. في خدمه كتجي كذلك المانيا، كتجي هولندا، اسبانيا، الجزائر، فرنسا كتوجد محرجه، المغرب كيطرح عليها بوضوح انت هي مسؤوله على هذه القضيه. داير لها شتي واحد المقال كتبوه واحد المجموعه ديال ما عرف شكون على المجموعه في هذه نفس الجريده ديال لو مون، كيقولوا بانه خص واحد الحل دولي، واحد الكونفرنس انترناسيونال، بغاو يردوا لنا كيفاش مناظره دوليه او مؤتمر دولي باش يحل، بغاو يخرجوا هذا المفاد ديالو، بغاو يخرجوا باش يعطيو حل للجزائر، يخرجوا الملف الصحراء من المجلس الامن فاش في 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 كاينه فيه الجزائر في ضيقه باش يحلوا عليها باب. مع الاسف موقعين مغاربه كذلك، هذا ولكن هذه القضيه ديال الناس ديال الحمايه عرفناها في 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 بدايه القرن العشرين لما كانوا كيهيئوا لدخول الاستعمار للمغرب، كانوا كيديروا هذا حمايه فرنسيس، هذا حمايه انجليز، هذا حمايه. الان كيعاودوها بصيغه اخرى، كاين واحد النوع ديال الحمايات كطرح على واحد العدد ديال الناس اللي هما كيوقعوا نفس هذه الاشياء هذه باش يخلقوا مزق الحكومه.